أهلا بكم أبنائي الطلبة في محاضرة جديدة. عنوان محاضرة يوم ريفورس كونكريت وان واي ريبيد سلابس. هنتحدث عن السقف المضلع بالاتجاه الواحد. أول شيء نأخذ معنى كلمة ريب. ريب معناها ضلع، والضلع مقصود على هذا الجزء اللي نازل من الجدار. هذا كأمثلة عملية للسقف المضلع باتجاه واحد. وعدنا بالصورة الثانية على اليمين نلاحظ الجزء الأبيض، هذا filling block، الهدف منها غلق هذه المسافة لجعل السقف يبدو مسطحا مستويا. ندخل هذه الفيلينج بلوك ان شاء الله بالحسابات مثل ما حنشوف بالامثلة القادمة. وعندنا ايضا الوافل سلاب اللي هو التو واي ريبيد سلاب، مثل ما ظاهر عندنا بالصورة يكون سقف مضلع باتجاهين، ونلاحظ وجود اعمدة تحمل هذا السقف الفضاء الكبير، والأعمدة يكون بعيدة عن التضليع بمسافة معينة، أيضا حناخذها يعني وندرسها بالتفصيل في أحد الدروس القادمة إن شاء الله. نبدي نتحدث عن الـ One Way Ribbed Slab. إحنا نعرف العتبة العادية في يعني في يمر بها في مقطعها نيوترال اكسس. هذا النيوترال اكسس يقسم المقطع الى نوعين مختلفين من الاجهادات، كومبريشن وتنشن. احنا حسب ما يوصي به الكود انه منطقة التنشن بالكونكريت تهمل، وبالتالي ما تحت النيوترال اكسس هنا في وسط الاسبان سوف يهمل ككونكريت ويأخذ بنظر الاعتبار فقط التسليح، وعليه كأنما احنا نقول انه الكونكريت الزايد اللي تحت النيوترال اكسس سوف يتم التخلص من عنده، وبالتالي نحصل على هذا الشكل من الاضلاع. هاي الاضلاع تقسم يعني حسب ما يملأ ما بينها، فذلك نقول اكو ريبيد سلابز without permanent blocks، يعني بدون بلوكات ملء دائمية، واكو ريبيد سلابز with hollow تكون يعني فارغة مجوفة، or solid تكون غير مجوفة بلوكس. من اولى الخطوات هو تدقيق الارتفاع الكلي للسلاب اللي موجود عندنا الريبيد سلاب. نخلي في بالنا انه الارتفاع الكلي مثل ما ظاهر بالسكتش هو small h اللي تألف من قيمتين اللي هي h sub s اللي هو thickness مال السلاب، وال h w هو ارتفاع الويب. هنا نروح على التيبل مال كود 9.3.1.1، حينطينا قيم l على 16 للsimply supported، l على 18.5 للone end continuous، l على 21 للboth ends continuous، وال l على 8 للكانتليفر حسب الباوندري كونديشن. هاي القيمة اللي ناخذها من هذا التيبل نسوي لها تعديل اذا كانت مثل ما ظاهر على اليمين بالسلايد. اذا كانت الجاما مالتي مال كونكريت اقل من 2300 كيلوغرام على المتر تكعيب فنضربها بهذا الفاكتور، وهذا الفاكتور بكل احوال يكون اكبر او يساوي 1.09. اما اذا الاف واي مالتي لا تساوي 400 ميجا باسكال فتضرب بالفاكتور اللي موجود امامي اللي هو 0.4 زائد اف واي على 700. هناك محددات لهذا السقف. البي دبليو اللي موجوده الظاهره في الصوره اللي امامنا تكون اكبر او تساوي 100 مليمتر، والاتش دبليو الجزء السفلي من هذا السلاب يكون أصغر أو يساوي 3.5 بي دبليو. أما المسافة البينية ما بين الريبز تكون أقل أو يساوي 750 مليمتر.
وهنا كتبت لكم ملاحظة، إذا كانت المسافة البينية أكبر من 750 فالمسافة البينية هذه ما بين الربز يتم تصميمها ك one-way slab. إضافة إلى عندنا محددات، المحددات اللي تخص ال H sub S. فهنا عندنا ال H sub S يكون أكبر أو يساوي المسافة البينية capital S على 12 أو 40 ملم، أو الخيار الثاني S على 12 و 50 ملم. هذا يعتمد على نوع الفيلينج بلوك الموجودة. للسهولة ممكن تحويل هذه المقارنتين إلى مقارنة واحدة، نقول الـ H sub S أكبر أو يساوي S على 12 و 50 ملم، ونختصر هذا الموضوع. الكود بالفقرة 8815 يوصي بتدقيق الشير بالرب، فمنطينا المعادلة V sub C اللي تمثل مقاومة الكونكريت للشير، هذه المعادلة يتم التدقيق معها. وبالفقرة 8816 أيضا يوصي بوجود على الأقل بار واحد بالربد سلاب، وهذا البار يكون أنكرد يعني بالسابورتس. وأيضا الكود يوصي باعتبار هو one-way slab أنه يكون عندي تسليح مينيموم عمودي على اتجاه الربز مثل ما واضح بالصورة أسفل الشاشة. القيمة مع الـ AS minimum ناخذ أكو احتمالين مثل ما نشوف. الاحتمال الأول إذا كانت الـ FY أقل من 420 ميجا باسكال، والاحتمال الثاني إذا الـ FY أكبر أو يساوي 420 ميجا باسكال، وكل أحوال ما تقل عن 0.0014 A gross للمقطع. نخلي في بالنا النقاط الأربعة التالية. أول شيء إذا كنت أشتغل البوزيتيف مومنت اللي أنا كاتبه هنا باللون الأحمر، نروح على الصورتين جوا المؤطرة باللون الأحمر. إذا أشتغل عن بوزيتيف مومنت اللي هو عادة يكون في وسط الإسبان، فهنا راح أشيك موقع نيوترال أكسس. عندي احتمالين، الصورة اللي مؤطرة بالأحمر على اليمين نيوترال أكسس يكون داخل الفلنجة، وبالتالي المقطع حيكون مستطيل compression فوق والجوة حيكون tension، حيكون عندي مقطعي rectangle اللي هو عبارة عن العرض هو نصف الاس زائد بي دبليو زائد نصف الاس في الارتفاع الكلي. اما اذا كان neutral axis داخل الويب، فبالتالي منطقة الكومبريشن راح تقسم الى منطقتين، منطقة الفلنجة جائزة زائدا جزء من الويب، وبالتالي يكون المقطع مالتي تي سكشن. الملاحظة الثانية، النيجاتيف مومنت اللي أنا كاتبه هنا باللون الأخضر، والرسم اللي يتبع له هو الصورة المؤطرة باللون الأخضر في أسفل الشاشة. بالنيجاتيف مومنت منطقة الكومبريشن حتكون جوا، وبالتالي حيكون المقطع مالتي هو عبارة عن ريكتانجل العرض مالته بي دبليو نفسها، وبالتالي حيكون بي دبليو في الدي هو المقطع اللي راح اني اشتغل عليه، وبالتالي حيكون مستطيل وليس تي سكشن. الملاحظة الثالثة، الكونكريت كفر ناخذه 20 ملم بالرب. الملاحظة الرابعة، يفضل اذا كان عندي طول الرب يتجاوز 6 متر انه اخلي عمودي عليه بيم جيردر يقسمه، عمود لا يكون الرب أطول من 6 متر. ومثال على ذلك المثال اللي هسه حنيجي عليه بالمحاضرة مع اليوم، يعني أني إذا عندي 6 متر أوكي، إذا يتجاوز 6 متر لا خلي يعني بيم عمودي على الرب وأفصل المسافة، وبالتالي عمود لا يكون الرب longer than 6 متر. أجي أحسب رو ماكس بهذه المعادلة اللي أمامكم اللي بيها قيمة B1.
البي 1 عندي احتمالين، يا اما تكون 0.85 اذا الاف برايم سي مالتي اصغر او يساوي 30 ميجا باسكال، او الاحتمال الثاني تساوي هذه المعادله اذا كانت الاف برايم سي مالتي اكبر من 30 ميجا باسكال، بس لا انسى كل احوال ما تكون اقل من 0.65. اما رو مينيمم فهي الماكسيمم من قيمتين اللي هو موجودة امامكم هذه المعادلة. هنا نأتي الى مثال. المثال اللي موجود عندي هذا الريبيد سلاب بالسكيتش اللي موجود امامي. Design the ribs of the shown one-way ribbed slab. HS 70 ملمتر مثل ما ظاهر بالصورة الصغيرة في الجهة اليمنى العليا من السلايد. ال HS مالتي السلاب 70 ملمتر ثيكنس مالته، وال HW 150، يعني بالتالي مجموعهم اثنيناتهم 220 ملمتر، وال BW مالتي 100 ملمتر، واكو بلوك على اليمين واليسار، نصف هاي البلوكة 380/2، وعلى اليسار ايضا نصف البلوكة 380 ملمتر اوفر 2. وعندي ايضا بالمناسبة هاي البلوكة اللي باللون الرصاصي الدنسيتي مالتها 4 كيلونيوتن على متر تكعيب، بينما الدنسيتي للكونكريت اللي انا مستخدمه 23 كيلونيوتن على متر تكعيب. عندي لايف لود منتشر على كل السقف يونيفورملي ديسبيوتد 3 قيمته كيلونيوتن على متر سكوير، وعندي اديشنال ديد لود 1 كيلونيوتن على متر سكوير اضافة لل الاون ويت. الاف واي على الاف برايم سي عندي 300 على 20 ميجا باسكال، والكولومز عندي 9 كولومات مربعة المقاطع مالتها 0.2 في 0.2 متر. السلاب الموجودة عندي أنا خالبي 3 سكشنات وملونهن، ونبدي نناقش سكشن سكشن. أول شيء السكشن 1-1 اللي هو باللون الأحمر، حنلاحظ عندنا يطلع 2 ribs بشكل مستعرض على يمين ويسار ال B1. ال B1 هو هذا البيم جاردر اللي قلنا بيه نقسم ال الرب اذا كان طوله اكثر من 6 متر. حنلاحظ انه الفضاء اللي موجود اني عندي يتجاوز 8 متر بالسكشن 1-1، وبالتالي اضطريت استخدم B1. وB1 موجود عندي يظهر بشكل واضح مستعرض بالسكشن 2-2. خنروح على السكشن 2-2 اللي هو باللون الاخضر، حنلاحظ تظهر عندنا الربز السكشن مالتها بشكل واضح، العرض مال 0.1 متر، والمسافة ما بيناتهم الكلير 0.38 متر. وهذا السكشن 2-2 اللي هو يمثل طول السلاب سنتر 10 متر. وبشكل مستعرض يظهر عندنا بلون خفيف ال B1 اللي هو أبعاده 0.7 في 0.7 متر. بعدين نروح على السكشن 3-3 اللي هو باللون الأزرق اللي هو في أسفل الشاشة على اليمين، حنلاحظ خال ماخذ 2 ribs ومعرف الـ BW والS والS AS minimum شلون عمودية على الربز كي يكون السلاب اللي ان شاء الله حنقوم بتصميم الرب له واضح. هنا الخطوة الاولى لقيت الـ AS minimum اللي هي عمودية على اتجاه الرمز، حسبتها تطلع 140 مليمتر سكوير لكل متر. اذا استخدم فاي 6 مساحة القطروات 28.3 مليمتر سكوير، حسبت السبيسينج يطلع 201، سي السبيسينج 200 مليمتر بين كل شيش وشيش ابو 6 مليمتر عمودي على الرمز. بعدين ندقق الدايمنشن. عندي الباوندي كونديشن مال رب من جهة غير مستمر ومن جهة مستمر مثل ما شفنا بالسكشن او بالسكتش الموجود للستركتشر دا نشتغله، يطلع 179.15 مليمتر. طبعا اكو تعديل للقيمة L على 18.5 بسبب ال FY، يطلع عندي 179. ال 179 اقل من الجيفن بالسؤال اللي هي 220 ملمتر، فما عندي مشكلة اوكي نستمر على ال 220. بعدين check dimensions، نشيك هل اللي امامنا هو
ribbed slab one way ribbed slab او لا. نلاحظ الاس هي 380 ملم اقل من 750 ملم والبي دبليو 100 ملم وعندي الارتفاع مال ويب 150 ملم اللي هو اقل من 3.5 في البي دبليو وعندي الاتش اس 70 متر اللي هو اكبر من 40 او اكبر من 50 حسب متطلبات الكود. اذا المقطع اللي امامي هو عباره عن one way ribbed slab وراح اشتغله على اعتباره انه one way ribbed slab. اول شيء احدد المقطع اللي موجود عندي. المقطع حيكون الرب اللي موجود ومنتصف المسافه على اليمين ومنتصف المسافه على اليسار وغيكون هذا السكتش الموجود عندي في الصورة وراح اشتغل عليه. اول شيء احسب وزن الرب on weight. هنا قسمته طبعا الى مستطيلين وضربت المساحات مالته بالجاما مال كونكريت ويطلع عندي 1.17 الon weight مال الرب. بعدين ضفت له additional dead load باللون الاحمر مرسوم عندي هو عبارة عن قيمته 1 ايضا حسبته. بعدين البلوك ويت اللي هو على جانبي الرب هي نصف بنصف وبالتالي حتكون واحدة ايضا حسبت المساحة مالتها وضربتها في الجام مالتها اللي هي 4 وبالتالي اخذت الوزن مالتها الديد لود هو 0.228. بعدين جمعت الديد لود اللي هو الاون ويت والاديشنال والبلوك فيطلع عندي 1.825. وبعدين عندي بالسؤال live load اللي أنا هنا راسمه باللون الأخضر وبالتالي أيضا حسبته يطلع 1.44. بعدين W sub U فكترت dead load واللive load يطلع عندي 4.5 كنيوتن لكل متر ال W sub U. ورا ما لقينا قيمة W sub U نروح على التحليل نعتمد على الكوفيشنز بشكل مباشر وكما موجود في يمين السلايد داخل الإطار الأحمر حنستخدم الكوفيشنز وحسب الباوندري كونديشن. عندنا أول حالة هو المور ذان تو سبانز اللي هي مو حالة المثال. الحالة الثانية تو هو only two spans كما ظاهر عندنا في المقطع 1.1 باللون الأحمر عندي two spans فقط وبالتالي هستخدم الحالة هذه only two spans. عندي بها حالات free end اللي هي مو الحالة مالتي. عندي edge beam نعم هي الحالة مالتي edge beam فذلك الكوفيشنز اللي استخدمها حتكون 1/24 للجهة غير المستمرة وواحد على 14 للمنتصف وواحد على 9 للجهة المستمرة. فنجي هسه على 5 analysis على يسار السلايد M U discontinuous هتطلع القيمة مالتي -3 كنيوتن في المتر. أما الـ M U بالميد هيكون عندي -5.14. أما الـ M U continuous هيطلع عندي -8 كما موجود بالسكتش. أنا راسمها هنا بالمقطع 1.1 بالأحمر. هنا عندي الرسم هيكون عندي M U discontinuous -3 وبالنص MU mid زائد 5.14 والMU continuous عندي -8. وأيضا أحسب الشير الVU بالdiscontinuous حيكون عندي 9 كنيوتن وعندي بالcontinuous عندي 10.35 أيضا جبتها من الفاكتورات اللي هي في نهاية المستطيل الأحمر اللي على يمين السلايد. وبالتالي صار عندي analysis كامل لقيت moments ولقيت الشير وأذهب إلى الخطوة اللاحقة ونروح على مرحلة الديزاين. نخلي في بالنا الكونكريت كفر 20 ملم ونخلي في بالنا نخمن أنه فاي 10 ملم شير ستيربز and may reinforcement are used. فأحسب الـ D الـ effective depth الـ 220 minus الـ 20 الكفر والـ 10 الستربس. حخلي أيضا may reinforcement أبو العشرة فقسمه نصين لأنه الـ D يحسب من منتصف الـ AS area يطلع عندي 185 ملم.
حسبت الرو ماكس مالتي اللي لازم ما اتجاوزها تطلع 0.0206 بعدين حسبت الرو مينيمم اللي لازم ما يكون التسريح مالتي اقل منها يطلع 0.00467 حسبت على ضوء الاي اس مينيمم تطلع 87 مليمتر سكوير اسيوم فاي تساوي 0.9 اللي حدققها بعدين ابدي اول شيء ستارت وذ ام يو ميد ابدي اسلح اشوف حاجة التسليح في منتصف البيم حسبت الام يو اف ماكس اللي هو اقصى حمل يعني اقصى عزم يتحمله المقطع العلوي اللي هو الفلنجة يطلع عندي 77.11 بينما اللي جاي عندي المومنت من التحليل هو 5.14 اذا المقطع هو ركتانجلر يعني النيوترال اكسس مالتي موجود ضمن الفلنجة مثل ما موجود بالصورة مرسومة الفلنجة باللون الاحمر وبالتالي صار عندي مقطع ركتانجلر البي مالته بي دبليو زاني اس اوفر 2 اس اوفر 2 والارتفاع مالته وارتفاع الكلي حسبت الروتي تطلع 0.018 وبالتالي يعني أنا بالسيف سايد أبدي هسه أسلح أول شيء أميو ميد اللي هو 5.14 حسبت الار أخلي في بالي إنه بما إنه أنا دا أشتغل في نص في منتصف المقطع فالبي دبليو عندي 480 باعتباره مستطيل وبالتالي حسبت الار حسبت الميو وحسبت الرو ولقيت الرو اللي انا احتاجها هذه الرو لما حولتها الى اي اس كانت عندي 103 الاكبر من 87 وبالتالي اقدر استخدم 2 × 10 اذا اروح على الميو بالجهة الغير مستمرة ماينس 3 ايضا احسب الار بس اخلي في بالي الجهة الغير مستمرة البي دبليو اني عندي حيكون 100 ليش لان عندي ام نيجاتيف فالكمبريشن صير جوا فذلك المقطع مالتي حيكون مستطيل لكن مستطيل صغير وبالتالي استخدم البي دبليو 100 مليمتر ايضا لقيت الرو عندي والرو ضربتها يعني على مود الاقي المساحة الاي اس مالتي وبالتالي الاي اس مالتي تطلع اقل من 87 وحضر استخدم الاي اس مينيمم اللي هي 87 اذا اروح على الثالثا ام يو كونتينوس ماينس 8 المومنت ايضا حسبت الار وايضا خليت البي دبليو لما دا احسب الار خليته 100 باعتبار ان منطقة ام نيجاتيف وبالتالي الكمبريشن حيكون جوا وبالتالي عرض البيم اللي دا اشتغل عليه حيكون بعرض الويب بي دبليو وبالتالي حسبت ايضا الرو وراها حسبت من الرو الاي اس وتطلع الاي اس مالتي 174 اكبر من الاي اس مينيموم وبالتالي حستخدم 3 × 10 حسب الحال وبالتالي نصل الى هذا التسليح في الجهة غير مستمرة عندنا بالتسليح التوب رينفورسمنت 2/10 وفي منتصف الاسبان ايضا 2/10 وفي الجهة المستمرة 3/10 امتدادات الشيش اكو سكتش هنا في اسفل السلايد تقريبي لكن هو ممكن الاعتماد عليه ويكون بالسيف سايد حيث يعتمد على المسافة الكلير اللي موجودة عندي ما بين الأعمدة ومرة نقسم على 3 ومرة نقسم على 4 كما واضح في السكتش الموجود الآن نجي ندقق الشير أول شيء نحسب الفيو سب دي الفيو سب دي هو الشير اللي جاي من الحمل ونحسبه على مسافة دي من السابورت حيتطلع عندي القيمة 9.52 كيلو نيوتن بعدين نحسب الـ 5VC اللي هي مقاومة الكونكريت للشير واحدة فتطلع القيمة 11.37 حنلاحظ انه الـ VU sub D تقع ما بين الـ 5VC ونصف الـ 5VC وبالتالي القرار حيكون انه نستخدم الـ Minimum Shear Reinforcement احنا اتفقنا نستخدم الـ 5/10 مليمتر وعلى ضوء حسبنا الدي مالتنا فنروح على الاس ماكس اللي هي اكبر مسافة ما بين الاستربس
وما بين أربع قيم نجد القيمة الأقل نعتمدها اللي هي D over 2 تطلع 92.5 مليمتر وبالتالي يعني نستخدمها 90 مليمتر بشكل عملي. في نهاية السلايد هنا حنشوف نحسب الأماكن اللي نحتاج بها بالضبط تسليح الشير وتطلع عندي 1.03 متر. وبما أنه هو تسليح فيجبر للأعلى وليس للأقل فلذلك سي 1.1 متر فاي 10 مليمتر كل 90. نرجع على السكيتش مالتنا حنشوف لو نطبقه فعليا يطلع 12 فاي 10 مليمتر كل 90 مليمتر تطلع على مسافة 1080 مليمتر اللي هي أكبر من 1030 مليمتر اللي ريكوارد اللي طلعت عندنا بالسؤال. وبالتالي يكون تسليح الشير عندي بالسيف سايد. وفي النهاية نصل إلى ختام موضوعنا لهذا اليوم. شكرا لحسن الإصغاء وللقاء القادم إن شاء الله.